السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا طيبا طاهرا كثيرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الطاهرين المؤمنين الصادقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحباب، ولازلنا مع مكانة الدعاء. وذكرت بالأمس بعضا من آداب الدعاء، وقلت بأن أول أدب وأول شيء يستحب عند الدعاء الإخلاص، أن يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى بإخلاص كما أمر الله جل جلاله، فادعوه مخلصين له الدين. فقرن الله سبحانه وتعالى الإخلاص بالدعاء. إذن لابد أن يدعو العبد ربه بإخلاص، ولا يدعو وفي قلبه ذرة من شك أو شرك مع الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله هو الغني وهو القادر وهو مالك الملك والملكوت، وهو القائل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. ومن آداب الدعاء أيضا أن يرفع العبد يديه إلى الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك إظهار للافتقار والذل والانكسار لله سبحانه وتعالى. وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم بدر وكان المشركون 1000 رجل وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 319 رجلا، توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سائلا إياه رافعا يديه إلى السماء. والذي ثبت في السنة أيضا أن الإنسان حينما يدعو ربه أن يضم يديه كهاتين هكذا. لم يرد في السنة ولا في كلام العلماء أنه هناك تفريق بين اليدين، ولكن الوارد الضم، ضم اليدين مع رفعهما هكذا. وهكذا قال أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتابه الشرح الممتع. فهذا من السنة. ومن السنة ومن آداب الدعاء استحباب خفض الصوت بالدعاء، ولا يرفع الصوت بالدعاء. قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية. الخفية لا تكون إلا إيه؟ السر، وليس في الجهر. إنسان لما يحب يطلب من الله سبحانه وتعالى سرا بينه وبين الله لا يسمع أحدا، حتى أن هذا الإخفاء وهذا السر يكون أدعى للإخلاص. فحينما يعلم العبد أنه قريب من ربه سبحانه وتعالى كما قال الله جل جلاله، وحينما يناجي ربه بصوت خافت، فإن ذلك يكون أدعى للإخلاص في الدعاء، لأنك تعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى يسمعك. قال الله سبحانه وتعالى عن زكريا عليه السلام: إذ نادى ربه نداء خفيا. وذكر دعاء. يبقى من آداب وسنن وشروط استحباب المستحب في الدعاء أن يكون أن يكون في الخفاء. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. أيضا من أهم
شروط إجابة الدعاء أن يكون العبد أكله من حلال ودخله من حلال ولبسه من حلال. كيف يأكل العبد الحرام ويسأل الله سبحانه وتعالى وهو يرجو من الله جل جلاله أن يجيبه؟ إزاي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. قال الله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. يبقى الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبة، ولا يستجيب الله جل جلاله من عبد يأكل الحرام حتى ولو بشيء لا يذكر. لو أقول مش عارف أقل شيء هنا إيه؟ أقل شيء اللي تستهين أنت من الحرام أنت لا تدري كيف يكون جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى. يبقى لابد وأن يتحرى العبد في كل شيء الحلال. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء ويقول النبي: ومطعمه حرام وملبسه حرام، مش كده وبس، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ إزاي إنسان يروح مثلا للحج بمال مسروق، بمال ربوي، بمال مش من حق، بأشياء كثيرة، بمال دخله حرام فيه ربا، في أي شيء من الحرام أيا كان، والحرام والحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يريد هذا الرجل أن يتقبل الله منه؟ وكيف يريد هذا الرجل أن يستجيب الله دعوته؟ لما سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أريد أن أكون مستجاب الدعوة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا معاذ أطب مطعمك تكن إيه؟ تكن مستجاب الدعوة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول وهو يترجم لنا الواقع الذي يعيشه المسلمون الآن: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أمن الحلال جمع المال أم من الحرام. الإنسان لا يبالي، بعض الناس لا يبالي، يقول لك يا شيخ مش مشكلة، بعدين أبقى أتوب، بعدين أبقى أستغفر. لا، لابد وأن يتحرى العبد حتى لو هيموت من الجوع، خير له من أن يأكل ولو بسنت واحد بقرش واحد حرام. كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. احذر، كل واحد منا يحذر الحرام في كل شيء، في كل شيء، في المأكل والمشرب والملبس وكل شيء. حتى إذا دعوت الله سبحانه وتعالى يستجيب الله جل جلاله لك. احرص أخي في الله على أن يكون الدخل كله من حلال، تحرى الحلال. واحد يقول أنا رزقي ضيق، رزقي مش، أنت لا تدري، ربما لو أغناك الله سبحانه وتعالى لملأت الأرض فسادا، ربما يكون ما أنت فيه هو الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، والله الذي ضيق عليك في الرزق قادر على أن يوسع عليك في رزقك. ولكن قدم أنت الطيب لله سبحانه وتعالى إذا أردت أن ترى من الله الخير. أسأل الله جل جلاله أن يستجيب دعاءنا
وأن يتقبل منا صلاتنا وأن يتقبل منا صيامنا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا وأن يرزقنا الحلال وأن يرزقنا الحلال وأن يرزقنا الحلال. اللهم جنبنا الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام، اللهم باعد بيننا وبين الحرام. اللهم إنا نسألك أن تكتبنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار، وأن تقبلنا يا عزيز يا غفار، واجعلنا اللهم من أهل ليلة القدر، وأخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب، اقبلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. أسأل الله جل جلاله أن يستجيب دعاءنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.